والملك مالكنا السكن سكننا والملك مالكنا. مع المشاكل اللي سنعيشها هو السكن ديالنا، وحنا مهمولين من شحال هادي، ودائما المحاكم المحاكم المحاكم، وكان القاضي تاع سيدنا تيقول بانه السكن اللي خرج على الدكان العسكري سلم لاهله. الى حد الان مازال حتى شي حاجه ما كان، بغينا نشوف شكون اللي كيدينا، شكون اللي كيدينا، شكون هذا اللي فايت سيدنا، خصنا نعرفوه. السلام عليكم، اولا تنشكركم على الحضور ديالكم هنا باش تأجرونا في هذه المحنه ديال الوالدين ديالنا. فاعطيك على سبيل المثال، انا الوالد ديالي سكن هنايا في حي اللومات في 1968، يعني من اقدم الناس والساكنه ديال هذه المنطقه هذه. فاليوم تنشوفوا انه الجزاء لا ديالو هو ولا ديال بزاف ديال الناس اللي هنايا، اللي اليوم تقريبا واحد 100% ديال الساكنه كلهم دي غوتخيت، ما استفدوا من 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 من, من العسكر حتى شي حاجه. يعني كاينين الناس اللي خارجين روتريت تتبقى ليه في لاصول ديالو واحد 2000 درهم ولا ما كايناش، عنده ولاد ما يخفاكش بانه كل عائله فيها 4 5 ديال الاولاد 6 ديال الاولاد تلقى النص ديالهم ما خدامش، ما 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 كاين حتى شي التفاته لجهه هاد الناس هاد، لا من عند هادو الناس ديال القوات المسلحه الملكيه، لا من شي جهه اخرى. كان سيدنا واعد هاد الناس هادو انهم يبقاو في محلاتهم وحتى يشوفوا الحل اللي غيديروا، سوا يسلموا لهم هاد الديور هادو، سوا يعطيهم شي تعويض، وتعويض اللي يكون مناسب، ماشي هذاك التعويض ديال اعطيه ساس واعطيه 6 المليون يدور بها واحد الصندوق ويقلب على الكريدي. والناس كبارين في العمر، ناس مراضين، ما كاين حتى شي التفاته لهم، مكرفصينهم بمعنى الكلمه. وفي العود تتلقى ناس اخرين اللي يلاه جاوا يلاه سياسيين ديال اخر الزمان. انا قلت هنا دفاعا على السكن كسائر العسكريين اللي هنايا متقاعدين، وكنتسناو كنقولوا اليوم غدا هذا العام العام الجاي الى اخره، وحنا راه مجندين وراء سيدي محمد صلى سيدي محمد الملك ديالنا، حنا جنود مجندين، واخا حنا متقاعدين حنا ديما جنود مجندين وراء سيدي محمد القاطر رئيس جماعة المنارة الجوي للمتقاعد العسكري من افراد القوات الملكية الجوية. احكام حنا هذا الموضوع ديالنا هو ديال الوقفة، احكام في حق المتقاعدين العسكريين مطرودين من السكن. نحن في المتقاعد العسكري نقطن بحي اللومة تحت القيادة السامية لفوتينا، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتفاني وإخلاص، أزد ما من أجد من 30 سنة سلمت لنا هذه المساكن الاجتماعية طيلة خدمتنا العسكرية مقابل سومة كرائية كنا نؤديها قصد بناء سكن آخر. وبعد إحالتنا على التقاعد فوجئنا بالإحكام ضدنا بدعوى طرد محتل من السكن الوظيفي، علما بأننا لسنا موظفين للدولة، بل نحن نعد جنود احتياطيون لنا نفس الحقوق ونتمتع بنفس الامتيازات كالجندي المزاوي في الخدمة العسكرية، وذلك في السبب في التطبيب والسكن اللائق. هذه الأحكام صدرت في حقنا جميعا باسم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. القاعدة الجوية وساكنين على خارجين على القاعدة الجوية، والسكن كما قلتم فيه أكثر من 40 عام، ولهذا اليوم تنشوفوا سيدنا فيه هو عطي قرار، كان عطى قرار بانه السكن يتسلم الناس اللي خارجين اللي خارج على برا من الدكانات العسكرية، ولهذا الناس تسلموا اليوم وحنا ما تسلمناش. ودائما في المحاكم دائما الناس طالعه هابطه، شكون هذا اللي كيدعينا؟ بغينا نعرفوه. انما الكلمه سيدنا تعطات مكتوبة وما كتطبقش، والحمد لله. القاعدة الجوية المدرسة الجوية فيها الأكاديمية، فيها الكوليج، فيها كل شيء لاباس، والحمد لله كنطلب الله تبارك وتعالى ينصر سيدنا ويوقف معنا في هذه المحنة. حنايا هاد الناس من الساكنة ديال هاد الحي، حنا من هاد الساكنة ديال هاد الحي،
الحي حسني هنايا والمناره، وحنا تنهضروا تنعاودوا تنقولوا على هاد الناس اللي ساكنين هنا، هاد النساء المتقاعدين والجنود المتقاعدين اللي حروا عطاو. اولا بعد الصالير ديالهم راه قليل، ما عندش هاد الناس وعندهم ذو احتياجات، والناس ساكنين هنا ما عندهمش سكن وما عندهمش باش يكلوا، وعندهم الدراري شو ما تيخدموش، الدراري جالسين، خصهم الناس يقلبوا بعدا لوليداتهم ويشوفوا لهاد الناس. انا كنقولها ونعاودها، اليوم وغدا المتقاعد عطا وحرر الصحراء، وعاش سيدنا وعاش سيدنا وعاش سيدنا وعاش الدوله العلويه وعاش سيدنا عاش سيدنا. وكنقولها ونعاودها، لا يعقل لا يعقل تربية الخيول يعوضوا لهم والجندي المتقاعد يخرج بدون حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم داكشي اللي قالت الأخت قبل مني أنا كنزيد عليه، أن إحنا نساء جنود يعني الماندا عندهم قليلة، حتى لا خرج الإنسان واضطر يخرج ما عندوش باش يكري، ما عندوش باش يكري ويقري ولادو ويستمر تستمر الحياة، وكيخرجوا من العسكر بعدا متقاعدين ولا بيبار فيهم كيكون مريض، فهمتيني، ما قادرش يخدم تاني ويعطي تاني من بعد، واخا كيكونوا ماشي كبار في السن ولكن ما عندهمش القدره باش يعطيو من بعد. يعني داك المنظر اللي كيخليو ليهم راه ما كافياش، يا اما يعوضوا لينا يعطونا فين نسكنوا، يا اما يخليونا هنايا ساكنين مستقرين، يعني ما عندناش فين غادي نمشيو. الا خرجونا يعني تشرد، غادي نخرجوا ولادنا للانحراف، غادي يكون تشرد.